نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بحامد ألف ألف له مجموعة من الأسئلة، يسأل في السؤال الأول عن حكم اقتناء الكلاب في المنازل. لا يجوز اقتناء الكلاب في المنازل، قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، إنما تقتنى الكلاب لما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أحد ثلاثة أغراض، إما لحراسة الزرع أو لحراسة الماشية، وإما للصيد، يقتنى للصيد الكلب المعلم، وما عدا ذلك لا يجوز اقتناء الكلاب. نعم.